السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في قناتكم حلويات وملحات. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة على باذنجان محشي باللحم المفروم في الفرن، أو باذنجان معمر بالكفتة في الفران، بطريقة جدا سهلة، مقادير جدا بسيطة كتواجد في أي بيت، والأهم أنه كيجينا جديد 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 بزاف. فنمروا الآن المقادير مع طريقة التحضير، وكنتمنى أنه ينال إعجابكم. فبسم الله على بركة الله، أول حاجة أنا درتها خديت الدنجال غسلته ونشفته من الماء، وبديت كنقشر فيه بهذه الطريقة هذه، يعني ما كنقشروهش كامل، كنديروا ضربة وضربة لا. وهنا على فكرة المقادير يعني تبقاو عندكم ميزانكم، على حسب نتوما شحال بكم في الدار ولا شحال ديال الأشخاص اللي من غادي تطيبوا. فأنا هنا استعملت 4 ديال الدنجالات خديتهم، وكيف ما قلت لكم بديت كنقيهم على هذا الشكل هذا، وكذلك داك الجزء العلوي داك الأخضر حتى هو كنكرطو هكا شي شوية. وصافي كنفلح داك الدنجله من الوسط، كندير لها فقط تفليحه وحده، وما كنوصلش حتى للاخر، يعني غير كنفلحوها كيف ما كتلاحظوا كتولي داير بحال البسطان. فمن بعد خديتهم وضعتهم في مقله فيها الزيت كتسخن، وغادي نخليوهم يتقلاو، يعني هكاك صحاحين ما نقطعوهم ما والو، كنخليوهم صحاحين كيتقلاو، وبين الحين والاخر تنبقاو نقلبوا فيهم حتى كيتحمروا لنا. في هذا الاثناء انا خديت مقله واحده اخرى وضعت فيها القليل من زيت الزيتون، وممكن تستعملوا حتى الزيت العادي، يعني تبقى على حسب الرغبه. وكندير فيها واحد البصيله متوسطه عندي مقطعه المكعبات، وكنخليها كتشحر وكتقلى لي. ودابا من بعد ما تقلالي داك الدنجال كناخدو وكنستقطرو مزيان من الزيت، وكنحطو فوق ورق ديال النشاف باش يكمل هكا استقطار ديالو ديال الزيت، وينشف لي داك الزيت اللي فيه، وكذلك الماء غادي يطلق لنا الماء والزيت. فصافي هذا هو الدنجال ديالي بعد ما قليتو، غادي نخليه هكا كيف ما قلت لكم كتستقطر مزيان داك الزيت مع الماء، وندوزو باش نكملو الحشوه. فمن بعد ما تحمرات لي داك الكفته داك بصيله عفوا، غادي نضيف عليها الكفته ونحركها مزيان باش تجنس لي هكا مع داك البصيله، وغادي نضيف عليها واحد الضريس ديال الثومه محكوك ونحرك مزيان. غادي نزيد واحد المعلقه ديال صوص طوماط ونحلها في داك الميه اللي طلقات لي الكفته. من بعد كنضيف التوابل، كندير شويه ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال الكمون، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملح تبقى على حسب الذوق. وهنايا انا تتعجبني مع الكفته واحد الطريقه ديال القرفه، غير نص معلقه صغيره. غادي نحرك مزيان هذه الكفته هذه، وغادي نخليها كطيب. هنا راه ما تاخذناش الوقت بزاف باش كطيب، يعني واحد 5 دقائق صافي نطفيو عليها. فمن بعد ما كطيب لي كنطفي عليها، وكنضيف عليها القزبور مع المعدنوس، غير شويه ديال القزبور مع المعدنوس، وكنحرك مزيان هذه الكفته هذه. صافي كنزولها على النار وتنخليها على جنب. نمروا الان باش نكملوا الدنجال ديالنا. فبعد ما استقطر لي مزيان داك الماء ديالو وداك الزيت، كناخذو وكنوضعو هكا في شي اناء ديال الفرن اللي كيدخل لنا الفران، وكنحاول نفتحو، يعني كنحطوه وداك الجهه اللي مفلحه كنديرها الفوق، وكنحلوه هكا كيرجع لنا بحال شي قارب. من بعد غادي ناخذ داك الكفته اللي كنا وجدنا مع بعض، وغادي نحشي بها داك الدنجال. فمن بعد ما تنحشي بها انا هاد الدنجال هذا، غادي نخليه على جنب وندوزو الان باش نوجد الصلصه اللي غادي يطيبنا فيها هاد الدنجال. خديت هنايا مطيشه ديال الحك، درت واحد جوج معلقات صغارين، ضفت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه، وشويه ديال سكينجبير، مع شويه ديال الكمون، فلفل احمر، يعني جميع التوابل اللي كنا درنا في الكفته كنعاودو نديروهم في لاصوص طوماط، وكنحرك هادشي مزيان. كنحل هاد الصلصه هادي بالماء سخون، ومن بعد كناخذها وكنوضع شويه من فوق داك الدنجال، وما تبقى لي من الصلصه كنديرو في جناب ديال الدنجال باش كيطيب فيها. هنايا ما تكثروش الماء لحقاش عندنا الدنجال تقريبا طايب، عندنا داك الكفته طايبه، فما تكثروش الماء لحقاش ندخلهم الفران فقط واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ونخرجوهم. انا هنايا كذلك زينتهم بالقليل من الفلفله الخضراء، ممكن نتوما ديروا فلفله خضراء، ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها، ودخلتهم الفران على 200 درجه، خليتهم تقريبا من واحد 4 ساعه حتى 20 دقيقه. بعد ما شفت داك المريقه تشربات لي وعقادت واختارت، صافي تنخرجهم، وهذا هو شكلهم النهائي. راه تيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ
كيجي واعر، الناس غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، غادي تبقاو تجربوه مره ومره ومره ان شاء الله. فهكا كانت وصفتنا النهار اليوم، ما تنساوش تشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم، تخليوا لي جيم وكذلك تعليقاتكم الزوينه. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، السلام عليكم.